كان منزل بعدها كان خصو عا يخرج يستنوا عا بقاش يديروا المباراه. ناكد لك اخنوش ولا هذا بن موسى لا علاقه سلم به صابه واجد. والدوله هي كتشوف كيفاش دابا في الفتره السابقه فتحوا فرسان 50 عام هذا مول 50 عام غادي يخدم مع 10 سنين ويمشي بحالاته. اذا من سيخلف هذا الاطار وهذا الموظف؟ انا عبد المثال. اما انا سولتني انا شخصيا انا لحد الان باقي كنتسائل على الموضوع. ما انا النس ما تهضمنيش وما فهمش. نتمنى يتم التراجع عليه. نتمنى كيقولوا سيستيمو انه اتخذ القرار اتخذوا وزير تكنوقراط بمعنى شنو اللي يتحمل المسؤوليه؟ لا 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 لا, لا, لا. هذا قرار معدل هذا برنامج معدل هذه 4 سنوات او 5. هذا كان برنامج عنده مراحل مرتبط بالمنظومه التقاعد. يعني لو وظفنا واحد اليوم 30 عام غادي يعطينا 33 سنه، ولا وظفنا عنده 50 عام غادي يعطينا 13 عام. اذا الدوله في المستقبل غتكون مشلوله وما غتقدرش تواكب. هذه الرياضيات هذا الحساب اللي عندهم. اما الا سولتني انا كراجل بداوي واحد من عامه الناس غادي نقول لك اودي خصهم يخلوا اقل ما يمكن 45 عام. اذا سولتني انا 45 عام هو القانون ديال الوظيفه اللي يمكننا نتكلموا عليه. حتى ديك 50 عام كان مبالغ فيه وما ولكن اللي خصو يكون انا بالنسبه لي. ولكن كيفاش الحكومه فكرت في هادشي او خرج بشي طريقه ما عرفش. حتى ديك الطريقه اللي كان خرج خنوش للسعوديه هما خرجوا هنا بديك الجواز ديال اللقاح. حتى هو كانت عليه علامه استفهام وعملنا عليه مؤاخذه ديالنا والوزير حتى هو شويه. المهم على اي حل جاء من بعد كنا نتمناه هو يعمل ديك الخطوه يحيد ديك الجواز اللقاح ولكن عاود زادوا هذا وصافي راه حنا حيدناه وش ما كاين. نتمنى الا كان هذا الامر ما كيشفيش الغليان ديال هاد المعطلين وصحاب الشواهد يتم التراجع لهم. كنتمنى لان ما عندها حتى معنى. الامس القارب وظفنا ديال 50 عام 45 عام واليوم 30 عام شويه ما عرفش. انا باقي لحد الان عاد غادي نتساءل شي شفتو البارح القدره ديالي الفكريه هادشي فيها وصلت. ولكن الراسخون في العلم والناس اللي هما كيعرفوا ما وراء الستار وشنو في البعد النظري يمكن عندهم رؤيه احسن ديالي والله اعلم وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.